إن ربطناها بما يجري بالقاهرة وبما يجري من تحركات دولية؟ يعني هو النظام السياسي، يعني بعد تحية لك والدكتور حسن والأخ العزيز مصطفى، في أزمة، هي أزمة في النظام السياسي، أزمة مركبة على كافة المستويات. عندما أقول أزمة مركبة، أزمة تتعلق بمنظمة التحرير، أزمة في عملية التسوية، أزمة بإدارة ملف المصالحة، أزمة في المقاومة على العملية المقاومة، وبالتالي هي أزمة حقيقة، أزمة مركبة. ولذلك كل تصرف سيجد ردود فعل، شيء مؤيد وشيء مخالف، ولو بالباب المناكفة السياسية. ما تفضل به الدكتور حسن صحيح، انه في منظمة التحرير، يعني بديش اقول ما احنا في شو نظامنا السياسي الفلسطيني، نظام عربي بظله، يعني ما نحكيش يعني على النظام الديمقراطي الشفاف، ولكن يضاف لأزمة الديمقراطية في أزمة احتلال موجود، في أزمة احتلال وأزمة تحديات كبيرة تقع. القرارات الأخيرة لها علاقة بمكون وهو منظمة التحرير، هذا ضمن اختصاصات وتصرفات منظمة التحرير. الآن إذا كان لنا تحفظات على منظمة التحرير، مثلا بعض الأطراف زي حماس والجهاد خارج منظمة التحرير، هذا محل نقاش. ولكن المشكلة أنه حتى في داخل منظمة التحرير وبين فصائل منظمة التحرير توجد مشاكل، توجد، وهذا هي المشكلة. كانت وما زالت أحيانا مع الجبهة الشعبية، مثلا عندما قررت عدم المشاركة في الاجتماع الأخير، الآن مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهذه مشكلة حقيقة تحتاج إلى معالجة جذرية. يعني في فرق ما بين تعدد وجهات النظر والتعددية السياسية شيء محمود وإيجابي، هذا مظهر من الظاهر الديمقراطية، وبين الاختلافات التي تؤدي إلى يعني يمكن أن نسميها اتهام كل طرف الاتهام الآخر، التشكيك بشرعيته، وما يترتب على هذا من أوضاع حقيقة تمس حياة جزء كبير من الناس. يعني هو تطرق لحسن مثلا قضية الأسرى، مثلا قضية الإجراءات التي اتخذتها السلطة على قطاع غزة. أنا أعتقد هذه الأمور كان من الممكن أن تحل لو حدث بالأساس التوافق في إطار منظمة التحرير. لو حسمنا ملف منظمة التحرير وكان المجلس الأخير للمجلس الوطني بتوافقي وشارك فيه الجميع، أقول لك 90% من مشاكلنا الداخلية هي بالأساس بين بعض ستحل في إطار هذا الإطار. وإذا حلت في الإطار الوطني نستطيع أن نواجه آنذاك إسرائيل ومشاريع التسوية المطروحة لتصفية القضية الفلسطينية.